السعادة والجمال على مشاهدينا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج زغروطة حلوة. موضوعنا النهاردة مختلف جدا وفي نفس الوقت مميز جدا، لأن بيهم كل شاب وفتاة مقبلين على الزواج ومش عارفين إيه هي الأوراق المطلوبة. والنهاردة موضوعنا عن قانون الجواز الجديد، والهدف منه هو حماية الأطفال، أو بمعنى أصح منع زواج القاصرات اللي سنهم اقل من 18 سنه، وكمان عشان نعرف ايه هي الموانع الشرعيه للجواز، وايضا حمايه حقوق الزوج والزوجه. مش هطول عليكم اكتر من كده، هروح فاصل وارجع لكم تاني نتكلم بشكل تفصيلي عن موضوع كان قانون الزواج الجديد، وكمان عشان استقبل ضيفتي استاذه امنيه، استاذه القانون الجنائي بجامعه ميتشيغان ونائب رئيس اللجنة التشريعية بالأمم المتحدة. فاصل وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وخليني ارحب بضيفتي اللي منوره برنامج زغروطه حلوه، الاستاذه امنيه المحاميه. اهلا بيكي يا استاذه امنيه. اهلا وسهلا، منورانا في برنامجنا زغروطه حلوه. اهلا بيكي، اهلا وسهلا بحضرتك. خليني يا حبيبتي اسالك كده في الاول، ايه الاوراق المطلوبه للجواز؟ انتي دخلتي عليا كده، داخلين دخله حامية، داخلين دخله حامية، العرسان مستنيين يعرفوا. ايوه مش كده. هو طبعا يعني انا برحب بحضرتك وبرنامجك، وانا يعني لبيت الدعوه لمحبتي الكبيره لحضرتك ولقناتك. اكيد منورانا ومشرفانا يا حبيبتي. ربنا يخليك، لان احنا اساسا يعني برنامجك فاني وجميل، وكان مفروض زي ما احنا كنا اتفقنا من تاني او تالت حلقه يكون حبينا القوانين في الاخر، ونحط القوانين دي في الاخر بقى، الاول نفتح نفسهم على الجواز. ايوه بعد كده نحط لهم الالتزامات. لا هو انا في الحقيقه كان ليا رايي ان هو اللعبة حتى بيبقى لها قانون في الأول، أكيد. وإحنا بنختص كمان بالتشريعات، يعني إحنا بنعدل حاليا في القوانين الجديدة للتشريعات الحديثة اللي هي طرقت على قوانين الأحوال الشخصية، لأن أنا حابة أقول مقدمة صغيرة في الأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية ده بيرتبط بيه البني آدم من أول ولادته لحد مش وفاته، ما بعد الوفاة. أكيد. يعني أكيد. هيبقى فيه الميلاد والزواج والطلاق والنفقة والميراث. صحيح. إحنا إيه غير شوية أوراق؟ والوصية، والوصية. أكيد. يعني واخدة بال حضرتك، فهو بيرتبط بيك. صحيح. فإحنا بنتكلم في حتة إيه بقى الأوراق المطلوبة في الحتة اللي تخصنا حاليا النهاردة؟ طيب. العرايس والعرسانة لما يجوا يجهزوا للجواز، إيه بتكون الأوراق المطلوبة في إتمام الزواج؟ بس هو في الأول إحنا بنقول الحاجات المبدئية أو اللي كانت قبل كده هي اللي هي الاي دي، اللي هو البطاقة الشخصية للزوج وللزوجة. تمام. وللولي لو موجود ولي للعروسة أو وكيل ليها. تمام. والاتنين الشهود طبعا. أيوة. كل أكيد. دول البطاقة الشخصية ليهم. وبعدين كمان لازم الشهادة الطبية اللي بتطلع ان هم خاليين من الامراض المستعصيه والوراثيه، وي 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 وي، وده اللي نص عليها القانون الجديد وبيطبق. طب انا عايزه اعرف برضو من حضرتك، ده يخليني اسالك، هل الفحوصات الطبيه يعني خاصه بايه، يعني ايه هي الفحوصات المفروض بيلجأوا يعملوها قبل الجواز وبياخدوا بيها شهادات افتكر؟ ايوه. شوفي، هو القانون الجديد قال ان في اربع شروط للمتقدمين للزواج. تمام. أول شرط فيهم وهو الفحص الطبي. أيوة. بنقدم في مكتب من مكاتب الفحص الطبي العادية جدا، مستشفيات حكومية مثلا، الحكومة. أيوة. أيوة. حاجات حكومية. وبنقدم لطلب إن الفحص ده مخصوص للزواج. وده بالك بيعمل فيه بقى إيه، أمراض الدم والأمراض الوراثية وسرطان الثدي لو إن المرأة يعني قربت على الأربعين. أيوة. والغدد الليمفاوية والالتهاب الكبدي. طب في اختبارات مثلا نفسية؟ ما احنا هنقول واحدة واحدة. أيوة. ده هو في دي كنت عايزين نطمن منها. ما هو أربع شروط، أول واحد فيهم الفحص الطبي. أيوة. هيقدموا عليه ويتفحصوا كل الأمراض وأمراض الدم وأمراض الوراثة دي، لأنها شيء مهم جدا. أكيد أكيد، عشان مشاكل بعد كده، الأولاد بيدفعوا الثمن في الآخر، لأن احنا بنشوف فيها مهازل. للأسف. مهازل. بيحصل فيها مشاكل كتير. ده أول شيء. وبعدين بيقدموا على دين، بيعملوا الكشف، وبعدين بياخدوا الشهاده دي بيقدموها للمأذون ان هم خاليين من امراض الجسم يعني. طيب لو ان في لا قدر الله حد عنده
احدى الامراض الوراثيه او كذا. مثلا المراه ممكن يكون عندها عقم، ممكن يكون اثنين هما واحد واحده ما فيش عقم ولا حاجه، بس هما للاقارب مثلا او لانهم ما ينفعوش في مرض وراثي معين مثلا. لا لا لا، ممكن هو الاثنين دول مش طيب احنا هنعمل ايه في الحاله دي؟ نعمل ايه؟ ممكن هيفركشوا كده الجوازه ولا ايه؟ لا احنا بناخد راي الاثنين المتزوجين، هيقول لهم والله الوضع واحد اثنين ثلاثة، تمام، انتوا دلوقتي ممكن انكم لو اتجوزتوا عندكم هيبقى هيحصل كذا وكذا وكذا، وافقوا. اوكي، والمأذون بيقول لهم والصحة النفسية بتقول لهم والشهادة بتبقى طالعة بناء على كده، وهم لسه مرتبطين ببعض ومصرين على الجواز. اوكي، بس هم بيبقوا فاهمين ان في خطأ ما هنا في يدخلوا على يعني على على بينة. على بينة بالظبط. ايوه دي اول حاجه، وبعدين بتصدر الشهاده وبتتقدم مع اوراق الزواج للمأذون علشان ان هو يكتب الكتاب. دي الاوراق المقدمه. تمام، احنا دلوقتي برضه اللي هي شهاده الكشف الطبي دي اهم حاجه واول حاجه. اكيد. طيب بعد كده خليني اعرف برضو من حضرتك، بنلاقي في بنات بتتجوز في سن مبكر جدا بالذات في الارياف، فهل للبنت سن معين للجواز مفروض انها تلتزم بيه؟ وهل برضو للشاب عشان احنا دايما بننسى الشاب، هل ليه برضو سن معين للجواز مفروض يلتزم بيه، ولا الجواز احنا مجرد ما بيبقى فيه يعني كبروا شويه كده فرحنا بيهم يلا؟ لا طبعا. هو شوفي انا زي ما بقول لحضرتك ان كل حاجه حتى اللعبه بيبقى لها قانون. صحيح. والقانون ما دام احنا بنتكلم في القوانين العامه فاحنا لن نخطئ. أيوة. ابدا يعني فاهميني، ما دام احنا بنتبع القانون فاحنا نبقى ماشيين اكيد صح. اكيد. السن الالزامي للزواج وهو سن التعليم، احنا قلنا سن التعليم ايه؟ الالزامي في الاستراتيجيه اللي احنا حطيناها مؤخرا في التشريعات. ايوه. 18 سنه اللي هو سن الثانويه العامه. يعني التعليم بقى الزامي لحد الثانويه العامه. أيوة. ده انا ما اعرفش ان كان كل الناس عارفه الموضوع ده. طب ولا لو لا. مش داخلين مدارس يبقى 18 سنه برضو. وهو 18 سنة. وهو السن الصبي للولد المميز والبنت. للولد والبنت، وهو بنقول سن التمييز يعني. أيوة. فاهماني ازاي؟ ليه بقى ليه؟ ايوه عشان يدركوا المسؤوليه اللي وراهم برضه. بنفترض ان احنا احنا زمان لما كنا انا وانت جايين نتجوز ما كنا 18 سنه دول اطفال. ايوه صح كده. ايوه احنا ما بنقدرش نفهم الا بعد الجامعه يعني. بس زمان قوي كان بيتجوزوا في سن صغير. معلش بس ده كان بيبقى فيه بقى مراعاه الاهل والبيت والعيله وقاعدين في بيت العيله وماما موجوده وتيتا. أيوة. موجوده ويشيلوا لهم الولاد صح. ايوه ايوه صح. والمجتمع كان فيه ترابط اسري كبير جدا. كان فيه نضوج مبكر كمان شويه. نضوج الى حد الجيل القديم قوي كان فيهم نضوج حاجة اكتر. حاجه تانية ان كلهم بيساعدوهم. أيوة. يعني فاهمه يعني لو في طفل مامتك هتشيله وباباه وجدته يعني ما شاء. أيوة. الله. وعندهم كمان وعي يعني. أيوة. بيوعوا البنت كذا. دلوقتي ما فيش الكلام ده اعتقد. يعني لا هو دلوقتي كمان انا برضو ده خليني اكلم حضرتك في النقطه ان في بعض الاماكن بيلجأوا ان البنت تتجوز عرفي قبل الجواز على اساس ان يستنوا لغايه ما يجي السن القانوني وبعد كده يحولوه رسمي. راي حضرتك في الموضوع ده؟ لا لا ده انا شايفه ان ده شيء سيء جدا. هقول لحضرتك ليه. احنا ليه حطينا 18 سنه؟ أيوه. البنت بتبقى ناضجه فيسيولوجيا ونفسيا وجسديا. ايوه واخد بال حضرتك انها تتجوز. أيوة يعني صح. انا اتجوز طفله اجوز طفله عندها 15 14 سنه بتبقوا اطفال لسه ما بتبقاش البنت بلغت. ما بتبقاش ان الحاجات الفسيولوجيه اللي في جسمها اوكي انها قادره انها تتواءم مع الزواج وانها كمان نفسيا انها تشيل بيت وتشيل عيله وتشيل اطفال. أيوة. ازاي يعني؟ يعني انا حاسه ان ده طبعا سن يبقى صغير جدا فاحنا. أيوة. سن التمييز وهو الصبي المميز اللي هو 18 سنه. أيوة. وهو السن اللي هو فيه التعليم بيخلص عند الثانويه العامه. وكمان انا عايزه اقول ان حتى في الريف دلوقتي مفيش. أيوة. ان التسريب من التعليم ما بقاش بقت. أيوة. البنت مصرين انهم يعلموها وعايزين انها تبقى متعلمه حتى لو ما اشتغلتش. أيوة. بس يقول لك تبقى معاها سلاح في ايدها. صحيح. ايوه هو 18 سنه هو السن الرسمي للزواج وهو ممكن البنت كمان يبقى لها ولايه انها تزوج نفسها في هذا السن. تمام. طب ايه مبطلات عقد الجواز؟ يعني ايه الشيء اللي ممكن يبطل عقد الجواز ده؟ شوفي هو في حاجات قانونيه يعني نقول عليها ايه على سبيل الحصر. تمام. لمبطلات عقد الزواج. أيوة. اول حاجه ان هو لازم يكون الشخص دون اللي بيتجوز. أيوة. بالغ. راشد. عاقل.
ما فيهوش عيب من عيوب الإرادة، يعني سفه، جنون، عته، او فقد الدين. يعني اللي ما عندوش دين برضه ما ينفعش ان هو هيتجوز على اي دين. واخد بالك؟ ده شيء مهم جدا. تاني حاجه ان هو يكون اللي الولايه، يعني اللي ليه الولايه للبنت، يعني مثلا انا عندي ولي بتاعي يكون ليه، هو شرط يكون ليه الولايه، او اللي هو الولي الشرعي ليها اللي هو يزوجها لو هي مش وليه نفسها، اللي هي يعني تحت سن 21، تحت سن 18. 18 يعني يعني 18 هي بولي او من غير ولية نفسها. يعني واخده بال حضرتك، يعني ممكن في ما بين 18 لغايه 21 ممكن البنت تتجوز نفسها حتى لو مالهاش ولي. ما هي مادام اقررنا لها، احنا اقررنا لها خلاص انها تتجوز. لكن مش ممكن مثلا سن 21 بتكون ليها الولايه على نفسها تامه، هي بتبقى هو مش سن الرشد. الرشد حاجه، وانك انت تتجوز ده حاجه تانية. طب عشان سن الرشد ده بقى اللي هو انك انت هتعملي كل المعاملات الماليه بتاعتك، وان انت خلاص يعني تبقى انسان بالغ عاقل راشد في المجتمع يعمل الرشد في كل شيء. يعني هو ده بقى حضرتك. في حاجه تانية اللي هو الرضا، ما يبقاش فيه عيب من عيوب الرضا. ازاي؟ يعني انا ما تدلس عليا. ما قالش مثلا في حاجات كتيره جدا من الرضا. اول حاجه ان في مثلا ناس زي ما حضرتك بتقولي بيتجوزوا عرفي او بيتجوزوا ناس بره مصر. واخده بالك؟ يجي مثلا واحد يقول لك ايه، انا هجوز ده لابن اختي للست. انا وكيل منه، هو مسافر. في ناس بتتجوز والعريس اصلا مسافر. ما يكونش احنا عالجنا كمان الكلام ده، اتعالجت في السينما كتير. فيقول لك ايه، ده انا هجوزها لابن اختي، ويجيب لك صوره ابن اخته وان هو بيبقى عنده مشاريع وده وكلا منه وكل حاجه وكل شيء وكذا. ولكن هو في الحقيقه بيبقى هو بيجوزها لنفسه. فهي رضيت البنت على ان واهلها ان هو يتجوز مين، الولد الصغير يعني اكن فيها خدعه يعني. بالظبط، ده بيبقى عيب من عيوب مبطلات الرضا. بالظبط. فهو لو انها عرفت ان لا، بعد ما تتجوز ده، طيب ايه كمان؟ ان هي يبقى في عيب من عيوب الـ الاراده. ازاي؟ يعني انا مثلا ما عنديش، انا البنت ما عنديش اراده ان انا اتجوز ده، ولكن ولي يجوزني. طبعا انا اقول لا، انا مش موافقه على الجواز، وان انا يبطل عقد الزواج. كمان في عيوب اللي هي العيوب بتاعت ان فيها امراض مستعصيه، يعني ما تتكشفش الا بعد الزواج. لو او حاجات معينه برضو تكون الزوجه مش بكر. فده برضو ده عيب ممكن يبطل الزواج. ان الرجل ما يصلحش للزواج برضو. ده يبطل الزواج. اوكي. كمان ان انا بيدلس عليها، يعني اتدلس ان ده فيه عيب ما ينفعش، لا يستحيل مع العشره. يعني هذا العيب اللي موجود، او يبقى عنده مشكله مثلا نفسيه، في مشكله مش ممكن يستحيل معاه العشره في الزواج. واحنا عايزين نرجع للنفسيه في الحاجات الجديده اللي احنا بنقولها. لا، ما انا عايز اعرف تفاصيل بقى من حضرتك على قانون الزواج الجديد. وبرده يعني بالذات في صندوق دعم الاسره. في القانون الجديد. وعايز اعرف برضو بعد اذن حضرتك، ان يعني الفلوس اللي بتدفع قد ايه، الناس بتبقى قلقانه انا هتكلف قد ايه وادفع قد ايه، فياريت حضرتك بقى تفسر لنا الجزء ده واسمع من حضرتك. طيب، القانون الجديد. احنا قلنا ان في اربع شروط مهمه جدا، كان اولها اللي هو عمليات الكشف الطبي عليهم. تاني حاجه، في حاجه اسمها اعداد وثيقه ما قبل الزواج، اللي انت كنت كمان بتقولي عليها للزواج العرفي. ايه هي اعداد وثيقه ما قبل الزواج؟ احنا دلوقتي عايزين نقول كلام جوه الوثيقه، ولكن ما ينفعش ان احنا نكتبها جوه ايه، جوه وثيقه الزواج. تمام. طيب بنعمل عقد منفصل. انا مثلا عايزه شروط معينه، انا عايزه ان انا يبقى لي الحق ان انا لو ان اتجوزت عليا اتطلق واخد كافه حقوقي. انا عايزه اي شروط بس لا تخالف الشرع. يعني هي ممكن تمنع الزوج، تحط شرط تمنع الزوج من يتجوز عليها؟ لا، مش تمنعه. اصل هو احنا الحلال بس وبين، في العقد في الحلال وبين والحرام وبين، عشان كان كل الستات هيعملوا كده متشابهات. لا، احنا بنتكلم في ايه؟ ان انا لو انت اتجوزت عليا يحق لي ان انا اطلب الطلاق واخد حقوقي. تمام. يعني حق لي ان انا اطالب بالطلاق. احنا متفقين على شروط معينه، كانها هي عقد مدني. ايوه، عقد بيني وبينك، عقد مدني.
أيوه. ملوش علاقة بالزواج، احنا بنحط فيه شروط والعقد شريعت المتعاقدين بالظبط. ايوه فانا اعداد وثيقه ما قبل الزواج الناس اللي عايزه تتكلم فيه زي ما هي عايزه. بس ده بيؤخذ بيه لو حصل مشكله لو حصل مخالفه ليه يؤخذ بيه. يؤخذ بيه ولكن على شرط الا يخالف الشريعه الاسلاميه. لكن ما تقدرش تمنعه من الجواز. او لا ما تقدرش هي بس تطلق ايه. ايوه او اي شروط تانية او اي شروط تانية هي عايزاها يعني فاهمه. أيوه. يعني يعني مثلا جواز تانية انا البيت اللي باسمي ده هاخده او اللي باسمك هاخده او مش عايش مثلا في مع العيله ممكن تحط اي حاجه. اي شروط هي عايزاها ولكن ما يختلفش عليها الدين سواء الدين الاسلامي المسيحي اي دين. أيوه. ده لا تخالف الشرع ابدا لان احنا اساس احنا يعني مستقيين كل ده منين من الشريعه الاسلاميه. أيوه. حتى لما بيختلفوا في الملي على المله في الدين المسيحي بيرجعوا للشريعه الاسلاميه اكيد في كل حاجه. أيوه. فاهمين. طب الصندوق بقى ده بيدفعوا فيه صندوق دعم الاسره. صندوق دعم الاسره ده كان القياده السياسيه والرئيس نفسه هو اللي اوصى بيه. تمام. وده انا شايفه ان هو حاجه كويسه خالص يعني اكيد. وان هو اتعمل للمراه المعيله يعني. تمام. المرأة اللي بتعول الأسرة لأن مثلا أيوه. تلاقي المرأة في فترة طويلة جدا بعد ما تتجوز إن هي هي اللي بقت شايلة البيت إن أيوه. الراجل مش عارف تعب جرى له حاجة سابها ومشي. أيوه. حاجات كده يعني بتحصل في الآونة الأخيرة. أيوه. بنستغرب لها. فإحنا قلنا إيه إن إحنا بنخلي إن هو 10% من مؤخر الصداق بيتحط في صندوق دعم الأسرة. تمام. بنحط 100 جنيه لوثيقه الزواج، 100 جنيه لوثيقه الطلاق، 100 جنيه للمراجعه. أيوه. 50 جنيه بقى نستخرج شهاده وفاه، ميلاد، رقم قومي، قيد عائلي. أيوه. اتحط 50 جنيه الى جانب ان الحكومه كمان بتساهم في هذا الصندوق. شيء جميل بحيث ان هو لو ان المراه دي حبت في اي وقت انها تستفيد من هذا الصندوق فانها أيوه. بتستفيد وبتعولها الحكومه علشان ان هي تصرف على اطفالها. أكيد. الحاجة الأخيرة أو الشرط الرابع. أيوه. وهو شرط إذن لجنة تتكون من طبيب نفسي. أيوه. طبيب نفسي. أيوه. وقاضي ومستشار. تمام. فين في الشرعي. أيوه. اللي بيحصل الطبيب النفسي بيقعد مع الأزواج قبل ما يتجوزوا. أيوه. واخدة بال حضرتك وبيفهمهم الدنيا فيها إيه والعلاقة الزوجية. أيوه. إيه ويشوف النفسية بتاعتهم هل هو في ناس غير مؤهل للزواج. أيوة. غير مؤهل مؤهل ولا لا. بالظبط. أيوة. حتى لو ان هو مش مؤهل بيحاول ان هو يأهله للزواج ويفهمه يعني زي جلسات نفسيه مثلا عشان يبقى جاهز لحاجه زي كده طبعا واولاد واسره وبناء اسره يعني. ما هو بناء البيت كانه بناء مجتمع. طيب والحلقه جميله جدا مع حضرتك بس للاسف وقتنا خلص والوقت بيمر دايما بسرعه فعلا. والله بس اكيد لنا لقاءات تانية يعني كتير وبنستفيد من خبره حضرتك يعني. حضرتك نورتيني وشرفتيني. ميرسي جدا. ودلوقتي اعزائي المشاهدين خلينا نقول لكم نورتونا ويا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا واكيد تابعونا في حلقات تانية كتير في مواضيع مختلفه في برنامج زغروطه حلوه مع رشا علي. مع السلامة.